السلام عليكم. اليوم نعرفوكم بالمستشفى نتاع الاستعجالات الطبية الواقع في مدينة تلمسان واللي خاص ايضا ولاية تلمسان، وعلى بالنا بالعلم انه فيه هذه المستشفيات نتاع الاستعجالات الطبية الجراحية اللي تكون بالضرورة مجهزة بكل ما يخص به العملية الجراحية المستعجلة، وخاصة من يعني ما يخص الجرحى نتاع الطرقات حوادث المرور. هذا المستشفيات الاستعجالية شيء يعني مفيد جدا وإيجابي كتير. إن شاء الله هذه المستشفيات تعم كل ولاية الوطن، والمفروض يعني المفروض هي يعني البرنامج هو مستشفى وفي كل دائرة يكون فيها مستشفى للاستعجالات الطبية، وهذا واحد اللي راح يخص دائرة أو ولاية أو مدينة تلمسان. إن شاء الله هذه المستشفيات تعم كل ولاية الوطن، والسلام عليكم.